اهلا وسهلا بكم متابعي في البول وتحليل خاص مع كابتن طارق السيد نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق لمباراه منتخبنا الوطني امام بوركينا فاسو اللي انتهت بفوز منتخبنا بهدفين مقابل هدف سجلهما محمود حسن تريزيجيه. وعايز اقول لكم ان بعد فوز منتخبنا الوطني بهدفين مقابل هدف كده منتخب مصر بقى في صداره المجموعه برصيد 9 نقاط، فارق 4 نقاط عن غينيا بيساو اللي في رصيدها 5 نقاط فقط، واللي ان شاء الله هنلعبها يوم الاثنين. وباذن الله يفوز منتخبنا يوم الاثنين كده معناه ان منتخبنا وضع قدم كبيره جدا في التاهل لكاس العالم 2026 ان شاء الله. اهلا بيك يا كابتن طارق، وعايزين نبدا كده في التحليل للمباراه. شايف ان الكابتن حسام حسن الخطه اللي لعب بها المباراه 3-5-2 كانت الافضل، خاصه ان مفيش لاعب في المنتخب يلعب كظهير ايسر اللي هو بعد خروج طبعا احمد فتوح من المعسكر، ولا شايف ايه؟ طبعا انا سعيد الاول ان انا معاك يا حامد النهارده في الجول، وان شاء الله باذن الله مبروك طبعا متبارك لمنتخب مصر الاول على الفوز، فوز مهم جدا، 3 بونت في منتهى الاهميه في وقت انت كنت محتاج المكسب ده، خاصه ان ده اول ماتش رسمي للكابتن حسام حسن، ويمكن النتيجه ايجابيه جدا وانت كده خدت خطوه لقدام في طريق الصعود لنهايات كاس العالم. طبعا في البدايه كابتن حسام طبعا يمكن بدا بطريقه جديده وشكل جديد خالص على منتخب مصر، هي طريقه 3-5-2. في البدايه بدا الامر بشكل كويس جدا، لعبنا ربع ساعه ولا اروع من كده، في ضغط، في استحواذ، في هدفين، تريزيجيه متالق بشكل كبير جدا على الرغم ان المكان اللي بيلعب فيه تريزيجيه مكان جديد لاول مره ممكن يلعبه في حياته، وهو مركز الجناح الشمال، وده اللي وظفه فيه كابتن حسام حسن بعد اصابه فتوح، وطريقة اللعب جديدة على منتخب مصر في الفترة الأخيرة. طول عمر المنتخب بيلعب بطريقة 4 ورا ثابتة طول الوقت مع كل المدربين، من بعد حتى يمكن الكابتن حسن شحاتة دي آخر مرة لعبنا فيها 3 في كأس الأمم الأفريقية 2010، وكانت كأس الأمم الأفريقية برضو 2008 و2006 كان بيلعب بنفس الشكل ده، إنما طبعا الكابتن حسام عملها بشكل مختلف، ممكن تكون نجحت بنسبة كبيرة جدا بما إنك كسبت، انما فيها عيوب فنيه كتير جدا. اقول لك انت شايف برضو اللي منتخب بوركينا فاسو المنتخب القوي عشان تقول ان الخطه نجحت؟ بص خلينا نقول ان منتخب بوركينا منتخب مش ضعيف، يعني عنده مميزات وعنده فرقه كويسه وعنده لعيبه كويسه، عندهم امكانيات كويسه، انما برضو مش هم دول اللي تقيس عليهم طريقه 3-5-2 وتغيير الطريقه ونوعيه كمان اختيار نوعيه اللعيبه في التشكيل. يعني انا النهارده الشوط الاولاني بعد اول ربع ساعه هجوميا احنا كويسين قوي، بس بعد الربع ساعه دي دفاعيا بدا تظهر المشاكل في ظهر تريزيجيه، في ظهر يمكن كنت راح اسالك على السؤال ده اللي هو شايف تريزيجيه لو يلعب في المركز ده شايف ان تريزيجيه ادى دفاعيا بشكل كويس؟ لا هو هجوميا بس قوي. طب وتقيمه في المباراه ازاي؟ هو احسن لعيب في الفرقه هجوميا لان هو اللي اداك التالق واداك التقدم واداك الشكل الكويس في الحته الهجوميه، والوحيد اللي اكتف قوي على الجون وقدر يجيب جونين في وقت انت كنت محتاج فيه، وكمان ليه ضربه جزاء مهمه جدا جدا وهنتكلم عليها فيما بعد. بس البدايه بتاعه تريزيجيه في الجيم هو اللي فتح لك او الكي بتاع الجيم، انما طبعا لو انت هتلاعب مثلا فرقه زي السنغال، لو انت هتلاعب فرقه زي المغرب، لو انت هتلاعب فرقه زي دي وحطيت تريزيجيه في المكان ده، لا ثق 100% ان احنا هنضرب كتير جدا في الحته دي، في الحته الدفاعيه بتاعتنا في ظهر تريزيجيه بشكل كبير جدا، وممكن تبقى فيها تاثير. خد بالك احنا هنا بنوجه او بننصح الكابتن حسام في اللي جاي. طبعا احنا مش الكابتن حسام والمنتخب الله ينور عليك، احنا طبعا فرحانين بالمكسب، بس لازم نظهر او نبين نقول يا جماعه في هنا تركايه، في عيوب، في كذا، عشان الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله الكابتن حسام يقدر يصلح الامور دي، وهو اكيد شايف الكلام ده وهيبتدي يشتغل عليه. منتخب بوركينا في نهايه الشوط الاول كان دايما بيهاجم من الناحيه اليمنى ليه اللي هي عندنا الشمال اللي هي احنا بنتكلم فيها نقطه تريزيجيه دفاعيا. خد بالك هو برده في الفتره الجايه كابتن حسام هيرجع له محمد حمدي، احمد حمدي بيراميدز اللي هو كده كده غياب للايقاف الله ينور عليك، فهيضطر يغير طريقه اللعب 100% هيغير طريقه اللعب. كابتن حسام ممكن يكون دي حاله استثنائيه بسبب عدم وجود باك ليفت صريح في الحته دي يقدر يعمل الحته الدفاعيه في طريقه 4 كويس، لو فتوح موجود مش هيلعب كده، لو حمدي موجود مش هيلعب كده، انما الغيابات اللي موجوده عنده هو مضطر ان هو يلعب بالطريقه دي، انما انا بنصح طبعا في الفتره الجايه نرجع لطريقتنا الطبيعيه ويزود هي عدد 4-3-3 4-2-3-1 حسب ما انت كمدير فني شغال. كابتن حسام من ساعه ما جه انا شفته في ماتش كرواتيا اللي هي
اعظم فرق اوروبا، لعب 4-2-3-1 وكان فيه 10 صريح واثنين ديفندر واربعه ورا في خط الظهر وثلاثه يعني جناحين وفيرود. فانت اوريدي بتلعب بالطريقه دي قدام كرواتيا، فلما تيجي تغير وتزود عدد لعيب مدافع في خط الظهر في وجود منتخب زي منتخب بوركينا فاسو، لا انت كده بتامن حاجه معينه عشان عدم وجود الباك ليفت الصريح اللي عندك. قول لي كده على طول، ايه المشاكل اللي واجهت منتخبنا في طريقه 3-5-2؟ احنا بص هقول لك على حاجه، احنا عشان برضو نبقى منطقيين مع الناس ونبقى صادقين مع الناس، منتخب مصر لعب ربع ساعه الشوط الاولاني وبعد كده المستوى هبط بشكل كبير جدا جدا جدا. عندنا مشاكل كتير جدا في تحركات اللعيبه، انت مدي واجبات مركبه كتير قوي لعدد كبير من اللعيبه، تريزيجيه، زيزو، امام عاشور. يمكن تقول لي الواجبات ايه عشان الناس تبقى فاهمه ماشي. انت بتتكلم ماشي. في ايه وبتنتقد في انت بتتكلم ايه؟ انت بتتكلم مثلا تريزيجيه كجناح لازم يهاجم ويرجع يدافع، فدي صعبه جدا على تريزيجيه. وترجع ايه، انت مش بترجع تدافع طبيعي، انت بتاخد 100 متر هجوم ودفاع، فدي لو عملت لك 3 4 سبرنتات وانت اوريدي متعود ان انت بتجري 50 متر دفاع وهجوم، لا هتخلص بدري وده اللي حصل مع تريزيجيه ماشي. طب زيزو مره كنت بلاقيه هو بيلعب 8، مره بلاقيه بيزيد ناحيه اليمين، مره بلاقيه يزيد ناحيه الشمال، مره بيتحرك فيرود. شفنا اوقات كتير جدا محمد صلاح بينزل يستلم من نص الملعب وهو اللي يبني الهجمات. انت ما عندكش، مش عامل ثوابت في التشكيل في المراكز، فدي خلت في واجبات مركبه بالنسبه للعيبه ممكن تلخبط. يمكن محمد صلاح بخبراته بتقله بلعبه في 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 في, في ليفربول عنده القابليه دي، انما لما شفنا عشان برضو ندي المثال ده يا حامد عشان الناس تبقى فاهماه، لما نادي الزمالك لعب واجبات مركبه مع اوسيريو كانت في لخبطه كتير جدا وفي مشاكل دفاعيه، بدات اللعيبه ما تنطقش. نفس الكلام النهارده كان في واجبات كتير جدا مركبه. مين تاني غير زيزو؟ الشوط الثاني لما جينا عملنا تغييرات، اتعملت التغييرات في اماكن انا شايف ان ممكن هجيلك في التغييرات، بس انا بتكلم انت بتقول ان في بيدي للعيبه ادوار مركبه. طيب دور مصطفى محمد. مصطفى محمد النهارده ما تمولش كتير، على الرغم ان انت بتلعب المفروض بباكين طايرين اللي هو يشتغلوا كروسات ويشتغل عرضيات، طب الكلام ده مش موجود وما حصلش مع الكابتن النهارده حسام، ما عملناش الشغل اللي من على الجناب كتير اللي بيه مصطفى محمد تستغله. مصطفى محمد انت بتشغله كر وفر كتير جدا، اللي هو بتشغله باسلوب محطه يبتدي يسند على الناس اللي تحتيه، الامر صعب جدا بالنسبه لمصطفى محمد ان هو يبقى ليه دور كده. مصطفى محمد عايز يروح على الجون كتير، مصطفى محمد عايز يتغذى عشان يبتدي يتغذى كوره عشان يبتدي يشتغل هو ويروح على الجون ويبتدي يتعمل له عرضيات عشان يركب بدماغه ويجيب اجوان، الكلام ده ما حصلش مع مصطفى محمد، فدي برده كانت مشاكل فنيه. خد بالك تاني، احنا مش بننتقد، احنا بنوجه عشان بس الناس تبقى فاهمه، احنا مش جايين يعني بلغه الكوره نقطع، لا احنا جايين نقول النصايح اللي احنا شفناها في الملعب. في الاخر منتخب مصر كسب، في الاخر منتخب مصر قرب من فكره الصعود لكاس العالم بعد الماتش النهارده وبعد المكسب المهم اللي اتعمل النهارده، انما مشاكل الطريقه نفسها. خد بالك في نقطه لازم الناس تبقى فاهمها، لما تبقى لعيب الكوره متعود على طريقه وبيلعبها بقاله بتاع مده كبيره جدا وتيجي تغير له الطريقه فجاه في ماتش كبير على ملعبك، لا احنا النهارده الشوط الثاني منتخب مصر لعب بيحصل له ايرور يعني قصدك تقول؟ طبعا انت متعود على شكل معين وطريقه معينه، لما تيجي بتغير طريقه اللعب. انا هقول لك احنا لما كنا جيل موجود كنا متعودين على 3-5-2، لما جه تردلي وبدا يلعب 4-4-2 بدات الامور تتلخبط بشكل كبير جدا، وبدات انت حتى لدرجه ان الراجل بدا يشتغل معانا كل شغله تحفيز الوقفه مده كبيره طول التمرين، بيعلمك ازاي تقف ازاي تتحرك، لان انت واخد واجبات. يعني الباك ليفت في طريقه 4 بيبقى ليه واجبات، والباك ليفت في طريقه 5 بيبقى ليه واجبات تاني خالص، فانت لما تيجي تغير الباك ليفت في طريقه 4 وتلعبه في طريقه 3 وتلعبه في طريقه 4-3-3 بيبقى ليه واجبات تاني خالص، فانت لازم الراجل كان بيعلمنا كتير قوي 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 وكان عنده مده ان هو يعلمنا. فانت كابتن حسام دلوقتي وعشان كده الكابتن حسام كان بيطلب اصلا يبقى فيه المعسكر يبقى مدته اطول. ما انت لو عملت كده الدوري هيتلغي. يعني لو اديت الوقت الكبير ده يا حامد الدوري هيتلغي. ما انت برضه الحل ان انت تشتغل على طريقه لعب اللي انت بتشتغل بيها الفتره دي وتحاول تحفظ اللعيبه الاسلوب اللي انت عايزه، انما تغير طريقه اللعب ما اعتقدش. وخد بالك برضه انا من وجهه نظري ان الكابتن حسام غير طريقه اللعب النهارده بسبب غياب الباك ليفت. شايف ان الكابتن حسام حسن كان الافضل ليه يلعب بحارس تاني غير محمد الشناوي؟
خاصة ان محمد الشناوي من فبراير الماضي وهو يعني من خلال مباراة منتخب مصر مع كاب فيردي في أمم أفريقيا ما بيلعبش. دي أول مباراة لمحمد الشناوي أساسي من شهر فبراير. ولا شايف كان الأفضل والأصح إن كان الشناوي يبدأ طب زي ما حصل؟ أنا هديك مثال بسيط جدا وأنت هتقولي كلامك صح. نهائي شامبيونز ليج أوروبي ريال مدريد وبروسيا دورتموند كورتوا بقاله سنة. بس كان الحارس الثاني كان المفروض اللي هو التقرير طلعت اللي هو كان تعبان ولا تعبان ولا حاجه وكان قاعد على الدكه عشان برضه لا كان قاعد على الدكه وكان ممكن يلعب نونيدي صح كان قاعد على الدكه وكان ممكن يلعب انما الراجل انشيلوتي فضل على الرغم ان نونيدي ده عامل بطوله عالميه فضل ان هو يلعب بكورتوا وبراد كورتوا عمل ماتش كويس وعلى فكره شناوي النهارده كان كويس باستثناء اللقطة اللي هو استعجل في الطلعة في الكرة للجون فينا ورجع بسرعة وكان المفروض ياخد التيكوف أعلى شوية عشان يزق الكرة لبرة الكرة خبطت يعني وهو بيزق خبطت في العارضة وردت للمنافس لكن الشناوي هو اللي يتحمل الهدف؟ بنسب كام؟ يعني 50-50 50-50 إنما, إنما, إنما وجود الشناوي أكيد طبعاً السردباكات يعني السردباكات إزاي كرة عرضية زي دي تروح مرة واثنين ومحدش بيطلع مع اللعيبة وفيه على لعيبة متسابقة في 18 وفي جوة على حدود السكس ياردة ومحدش بيطلع معها مسابينهم براح بشكل كبير جداً إنما هنا طبعاً أنا من وجهة نظري الشناوي هو يعني جون مصر الأول موجود شوبير الفترة الأخيرة مستوى عالي جداً بس خد بالك برضو شوبير لسه خبراته مش عالية قوي على الرغم من عمل لعب في أفريقيا عمل بطولة أفريقيا أعلى من أعلى الفترات اللي شفت فيها حارس مرمى موجود داخل النادي الأهلي يعني أنت مع قرار كابتن حسام حسن أن الشناوي يكون يلعب أساسي 100% طيب شايف حمدي فتحي كان الأفضل للكابتن حسام يخلي حمدي فتحي يلعب في وسط الملعب ويلعب حد من الدفاع مع ربيعة وعبد المنعم ولا شايف ان هو كلاعب اللي هو في طريقة 3-5-2 اللي هو ناحية الشمال افضل هو كابتن حسام في الحتة دي بالذات مجبر اخاك لبطل افضل واحد يقدي الحتة دي هو حمدي فتحي بس انا بقى ليا وجهة نظر في ربيعة النهاردة مش مستواه مش هو ده ربيعة مش هو ده السردباك اللي كان شرس جدا في بطولة افريقيا مع النادي الاهلي الموضوع النهاردة كان صعب بان في مشاكل دفاعية بالنسبة لمنتخب مصر بسبب ممكن يكون في وجود ربيعة فيها لو اعتقد حجازي كان هيبقى افضل بشكل كبير جدا في الحته دي مكان ربيعة بس في الاول في الاخر احنا اختيار الكابتن حسام كان كده بس احنا بنقول كنت شايف مين يلعب افضل يعني انا كنت شايف ان ياسر ابراهيم يبدا مكان ربيعة ممكن بس خد بالك برضو في الاول في الاخر ربيعة رجليه في الملعب اكتر بس انا بسال ليه حجازي مش موجود حجازي ليه كان المفروض ان ممكن يبقى حجازي هو وجوده في الملعب من وجهه نظر الفنيه افضل لان حجازي برضو خبرات اتقل وانت بتلعب بتلاتة مش هيبقى عندك مشاكل في السرعات مع اللعيبه ربيعه مش في مستوى الطبيعي شايف ليه تراجع اداء منتخب مصر خاصه في الشوط الثاني احنا في الشوط الاول 7 تسديدات الشوط الثاني 3 الاطمئنان الزياده ان اللعيبه خلصت الجيم تاني حاجه التغييرات بتاعه المدرب بتاع بوركينا فاسو قدر يسيطر على نص الملعب بشكل كبير جدا زائد عدم تغيير طريقه لعبنا انت بعد ما كسبت كان الطبيعي ان الكابتن حسام يعمل تغييرات يعني انا مثلا هو النهارده انت بتلعب بجناح طاير او جناحين طايرين الافضل هجوميا مين عمر كمال ولا محمد هاني الافضل هجوميا في الحته دي عمر كمال عبد الواحد عمر كمال لان انت اوريدي عامل جناح طاير عشان يهاجم كتير وعنده سرعات وامكانياته في الحته الهجوميه اعلى محمد هاني امكانياته الدفاعيه اقوى بس انت اوريدي بتلعب بثلاثه ورا يبقى عايز جناح يكون بيعرف يهاجم كويس جدا ويعرف يقف في الحته الدفاعيه. طب وشايف ليه الكابتن ما بداش بعمر كمال؟ ما اعرفش حتى لما جه عمل التغيير الكابتن حسام غير زيزو سحب زيزو ونزل عمر كمال عبد الواحد لعبه باك ليفت وساب هاني وكان الغريب بالنسبه لي من وجهه نظري ان لاعب ثلاثه باكات رايت في الملعب عمر كمال عبد الواحد بيلعب باك ليفت بس هو عمر بيلعب يمين وشمال انا بتكلم على الاصل في الموضوع الاصل في الموضوع عمر كمال بيلعب باك رايت محمد هاني بيلعب باك رايت اكرم توفيق بيلعب باك رايت ثلاثة باك رايت في الملعب وانت عندك نوعيه لعيبه تلعب في نص الملعب كتير مميزه لا كتير قوي عدد اللعيبه دي يعني انت كنت شايف ان الكابتن حسام يبدا بعمر كمال بدلا من محمد هاني هجوميا كان هيبقى افضل حتى لو انا هعمل تغييره عشان اغير الشكل الهجومي بتاعي لان انا عايز اهاجم وعايز اجيب جون تاني واريح واطمن الجمهور انا ما عملتهاش انا سحبت زيزو وسحبت اللعيبه اللي بتقدر تطلع الباص من رجليها مظبوط انت زودت عدد اللعيبه المدافعين اكتر عشان تحافظ على النتيجه
وانت بتلعب في ماتش منتخب مصر، امال لما نروح بوركينا هيحصل ايه يا حامد؟ لما نروح بوركينا وسط الاجواء وسط الصعوبه وسط 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 هتلاعب كام لعيب مدافع في الملعب؟ عدد اللعيبه المدافعين كتروا قوي الشوط الثاني، عشان كده احنا ما كانش لينا شكل هجومي كويس الشوط. هل شايف ان لعب محمد هاني او تفضيل محمد هاني على عمر كمال بسبب ان كده كده تصريحات دايما سابقه للكابتن ابراهيم حسن والكابتن حسام ان محمد هاني افضل باك رايت في مصر؟ هم عندهم قناعه بيه، قناعتي بيك كلاعب، انا مقتنع بيك جدا كلاعب، هلعبك وهحطك نمره واحد. ده اي مدرب بيعمل كده؟ هو طبيعي في المدربين. خد بالك كل طريقه لعب ليها ناسها يا حامد، كل طريقه لعب ليها ناسها. يعني محمد هاني في طريقه 4 هو نمره واحد، انما طريقه 3-5-2 لما كنا بنشوف نوعيه المدربين اللي بتلعب بالطريقه دي كان بيحط باك رايت عنده مميزات هجوميه اعلى، لان انا لغي الطرف. والنهارده كنا بنلعب 3-5-2 اتنين فراوده، يبقى انا عايز باك رايت هو اللي يشتغل شغل الجناح. فانت اوريدي ما عملتش دي في الحتتين باستثناء تريزيجيه، يمكن تريزيجيه اكتر منه جناح من الناحيه الثانيه. فانت لو كنت نوعت وشكلت، عشان كده الشوط الثاني الراجل عمل تغييره ذكيه جدا بتاع بوركينا فاسو، قفل على تريزيجيه خالص، خلى ليك مالكش شكل هجومي. انت حلولك ايه لما عملت، لما الراجل عمل الكلام ده؟ ما مش موجوده حلول. تقييمك لتغييرات الكابتن حسام حسن الشوط الثاني؟ اعتقد التغييرات هي اللي اثرت بشكل كبير جدا على شكل اداء منتخب مصر الهجومي والشكل العام بتاع الفن. انا شايفها ايجابيه ولا سلبيه؟ سلبيه. سلبيه. طب شايف التغييرات اصلا، انت شايف ان الكابتن حسام كان المفروض ينزل هجوميا اكتر عشان يغير شكل الفرقه؟ هو مش شرط هجوميا، لما جيت انا سحبت، معرفش مصاب ولا سليم ولا هو وحش، امام عاشور من وجهه نظر الكابتن حسام حسن، معرفش هل هو مصاب، هو انا شفته حاطط التلج على رجليه وان هو بيشتكي من حاجه معانا وهو خارج. انما لما جيت سحبت امام عاشور، هل كان ممكن اغير طريقه اللعب وارجع لطريقه اللعب العاديه وابتدي اشتغل بجناحين وفرود وواحد 10 مثلا، والعب اتنين ديفندر ثابتين يبتدوا يلموا المشاكل ورا المدافعين واثبت خط الديفنس بشكل معين عشان اقفل عليهم، ولا اكمل بطريقه لعبي وابتدي انوع عشان اشتغل من الجنب الثاني اللي هو كان مفيش عندك خطوره منه الشوط الثاني خالص، اللي هو جنب محمد هاني الهجومي؟ هي بس هو طلع امام نزل اكرم. حلو. التغييره الثانيه اللي هو انت ابراهيم. انت سحبت زيزو ونزلت عمر كمال، نزلت عمر كمال وبعد كده اقف في مكان مصطفى محمد. لا انا بتكلم على التغييره دي بالذات، تغييره زيزو. انت سحبت زيزو ورميت عمر كمال عبد الواحد وغيرت مكان اتنين لعيبه، غيرت مكان تريزيجيه وغيرت مكان عمر كمال عبد الواحد وغيرت مكان اكرم توفيق. فسوى ماتش جدا جدا، عدد اللعيبه اللي اتغير مكانها في التغييره دي كتير قوي، كان ممكن تبوظ لك او بوظت لك بنسبه كبيره شكل الفرقه. دلوقتي بقى لو هندي تقييم اللعيبه والجهاز الفني، كابتن حسام حسن تديله كام من 10؟ بعد الفوز 7. كابتن محمد الشناوي ما راحش عليه غير كورتين والخطوره ما كانتش كتيره، انما في المجمل لا برضو 6.5. محمد هاني في طريقه اللعب دي 5. رامي ربيعه 3.5. محمد عبد المنعم 7. حمدي فتحي اميز لعيب في الفرقه عشان ادى واجبات مكانه الجديد عليه، عشان كده هديله 9. مروان عطيه برضه 8.5. امام عاشور 3. النهارده جاله فرصه كان ممكن يخلص بيها الجيم 3-0، راحت فرصه سهله. ايه شكل الاداء الهجومي بتاعه او شكله في الملعب؟ ما كانش على الطبيعي بتاعه، مش هو ده امام عاشور. طيب زيزو 6.5. تريزيجيه 9. محمد صلاح 9. مصطفى محمد اتظلم، من وجهه نظر اتظلم. كام؟ 6.5. كده اقل واحد هو امام عاشور 3 ورامي ربيعه 3.5. قول لي ليه اديت لامام عاشور 3 وامام ربيعه 3.5؟ ما هو انا بقيم امام بمستواه مع النادي الاهلي. مستوى امام مع النادي الاهلي هو نمره واحد في النادي الاهلي، لما يجي في منتخب مصر وفي مصر عموما. في مصر عموما زيزو. لا انا بتكلم في مركزه، انت بتقول اللي هو افضل لاعب في النادي الاهلي. بقول لك في مركزه. في مركزه وافضل لاعب في مركزه في مصر امام، انما افضل لعيب في مصر في العموم هو زيزو. لما الاقي لعيب زي امام عاشور بامكانياته وبالفرق اللي عامله مع النادي الاهلي مع منتخب مصر النهارده ما يقديش الاداء اللي ممكن منتظر منه، الله اعلم هل دي سبب اصابه، هل دي سبب، وخد بالك ده تاني ماتش على التوالي لامام عاشور مع منتخب مصر بيتغير اصابه. انا مع النادي الاهلي ما بتغيرش خالص الا تغييره مدير فني. لما في ماتشين دوليين ورا بعض اتغير اصابه يبقى في مشكله. ايه المشكله؟ انا مش عارف. ما انا مش عارف لو عارف دي اصابه أقول. حاجه قدريه 100%. ادائك بقى انت كامام عاشور، انت الناس شايفه ان امام عاشور ده هو اللي بيلعب في النادي الاهلي؟ انا بقول لك لا.
طب انت شايف ان امام عاشور لو كان الفرصه اللي جات له دي جت هدف كنت هتقول نفس الكلام ده؟ لا كنت هغير الشكل. ليه؟ لان انت الفرصه اللي جات لك ترجمتها، فانت هنا تاخد تقييم اعلى شويه. طب رامي ربيعه ليه اديته 3.5؟ خد بالك انا بقيس مستواك على ان انت بتلعب في مكانك، دي نقطه. النقطه الثانيه ان انت بتلعب ومستواك مع ناديك عامل ازاي. خد بالك لو زيزو النهارده بيلعب في مكانه وكان سيء كنت هديله نمره اقل من كده كمان، وانا ما اديتش لزيزو رقم كبير. قلت على مصطفى محمد اتظلم واديته 6.5. انت لو كان حد غير مصطفى محمد كنت هديله اقل من كده؟ اه. طب ليه؟ عشان الانتاج مش عالي، لان ما جالوش. طب وليه ما اديتلوش اقل؟ ما هو عشان هو اصلا ما جاتلوش حاجه يعني. لا بس معنى كلامك يدي احاء. انت لو لعيب مثلا اهلي او لعيب لا تاني مش لا 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 كان ممكن تديله اقل. استنى بس استنى، هي مش انا بسالك عشان مش لسه اهلي وزمالك خالص. خد بالك مصطفى محمد كان معدلات الجري العاليه جدا اللي عملها النهارده وطريقه اللعب هي اللي ظلمته. انا خد بالك. طب ما انا شايف مصطفى محمد. طب انا مدي لمحمد صلاح كام؟ 9. بس انت شايف ان مصطفى محمد دايما في طريقه 3-5-2 مش هيأدي بشكل افضل؟ ليه؟ عشان مش هيتغذى بالكره العرضيه كتير. ما بيستلم. مع ان المفروض هما الاثنين باكات هيرفعوا. طب ما هو ده اتعمل؟ ما هو المفروض هو الكابتن حسام عمل كده عشان يعني. طب هو ده اتعمل في الملعب؟ ما اتعملش، يبقى هنا مصطفى محمد اتظلم. يعني هي لسه اهلي وزمالك عم حامد خالص. انا بقول لك عشان بس الناس ما تشوفش هتقول اللي انت بتدي الاهلي او لعيبه. طب ما انا مدي شخصا امور بس عشان كده احب اوضح للناس. طب ما انا مدي مروان عطيه رقم كبير. تمام. ليه؟ هل مثلا مروان عطيه ده بيلعب في الزمالك؟ عمر كمال لما نزل كان كويس، يعني الطبيعي ان عمر خد مساحه مش كبيره يقيمه برقم قليل. لا 6-6.5 برضه. تمام. اكرم توفيق برضه مش اقل من 6 لان عمل مجهود كبير. طيب ابراهيم عادل ملحوش دقيقتين. بسطنا بوجودك معانا دايما يا كابتن طارق، ودايما بنتشرف بوجودك معانا في الجول. حبيبي يا حميد والله انا كنت سعيد جدا ان انا معاك، وكنت سعيد جدا ان انا معاكم في الجول هنا، وان شاء الله باذن ربنا يوفقك ودايما في تقدم احد. وبكده وصلنا لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه منتخبنا الوطني امام بوركينا فاسو، وانتظرونا ان شاء الله في الاستوديو التحليلي الخاص بمباراه منتخبنا المصري امام غينيا بيساو يوم الاثنين الجاي. سلام. We'll be right back.